هو الناس اللي بتشتم محمد صلاح دي انتوا مصدقين نفسكم يا جماعة؟ بغض النظر ان دي صفحة عن القهوة وانا بتكلم عن القهوة بس الموضوع لا يصدقه عقل. محمد صلاح بتشتموا محمد صلاح؟ بتشتموا اهم لعيب جه في تاريخ مصر؟ انت بتتكلم عن واحد لولا ان هو عندك ما كانش حد سمع عن المهزلة اللي حصلت في السنغال. انت بتتكلم ان الناس كلها بتتكلم عن الليزر اللي جه في عين محمد صلاح، محدش بيتكلم عن الليزر اللي جه في عين زيزو ولا الليزر اللي جه في عين الشناوي. محمد صلاح يا باشا هو اللي عامل للكوره في مصر تمن وقيمه، فما تجيش مع واحد عامل لك قيمه وتطلع تشتمه وتقول اوفر ريتد ومش اوفر ريتد. وبعدين اوفر ريتد، هو انت اللي هتقول على صلاح اوفر ريتد؟ يا جماعه صلاح ده احنا بناكل عيش في العالم على حسه، فوالنبي ما تنرفزوني وتخلوني اقلب الصفحه دي واخليها صفحه كوره من بكره من دلوقتي. محدش يشتم محمد صلاح، يعني دي قاعده عامه، ده رقم واحد. رقم اتنين، هو السنغال يا باشا عندها جمهور، الناس دي عندها جمهور نزل يشجع. معلش احنا برضو كنا بنعمل له في عينهم بالليزر، بس هما الناس ناشفين شويه افارقه يعني، فادونا 30,000 ليزر في وشنا. لكن غير كده بامانه الله ده جمهور كوره. احنا زمان انا زمان كنت بروح استاد القاهره، ده ايام ماتش، انا اخر ماتش رحته في استاد القاهره شجعت كان ماتش 6-1. من بعد 6-1 ما فيش كوره. احنا دلوقتي الجمهور اللي رايح، معلش انا اسف في الكلمه، يعني جمهور متحضر. فنتحضر لما نبقى نلعب مع اوروبا، يعني نبقى متحضرين وحلوين لما بنبقى بننافس اوروبا. لكن احنا دلوقتي في افريقيا وبننافس لعيبه او بننافس منتخبات في افريقيا، فهم اصلا دي فكرتهم عن التشجيع. دول كانوا بيجوا زمان استاد القاهره ركابهم بتخبط على الجيران، دلوقتي الناس دي جايه استاد القاهره هنا بتلعب وبيتسقف لهم وبيترمي عليهم جوائز والحياه جميله جدا. فما تزعلش بقى لما تروح لهم هناك في ارضهم يتعمل معاك الجلاش، ماشي؟ واحنا اتعمل معانا الجلاش. وبعدين حاجه تانية، احنا ولا الماتش ده هيتعاد ولا اتحاد الكرة هيعمل حاجة، عشان بس الناس تبقى ايه، تبقى فاهمة. فبعد اذنكم عشان نقفل موضوع الكرة ده خالص ونبدأ نتكلم في القهوة، محدش يشتم محمد صلاح، لان انت لو شتمت محمد صلاح فانت ماشي مع القطيع. محمد صلاح احسن لعيب في العالم، سقف له يا جدع يلا وباصي لصلاح. محمد صلاح هو اللي مودي المنتخب في داهية، محمد صلاح طبعا لازم يبقى الكابتن، الراجل اللي هو اللي مطلعك كاس عالم. طب معلش خلينا نقول كلمة، هو لو محمد صلاح كانت الكرة اللي هو شاطها صاروخ دي بدل ما تطلع فوق العارضة بسنة كانت نزلت جوه الجون، وزيزو كان ربنا كرمه وحط الكرة في الجون، كان محمد صلاح ده هيبقى أعظم لعيب في العالم، وكيروش أحسن مدرب في العالم، وزيزو هو الواد الصغير اللي كان بيقول أركن بيلن زمان، كان زماننا دلوقتي بنتكلم عن أمجاد ال بصوا من الآخر، البلوة اللي احنا فيها دي كلها سببها أون سبورت. أون سبورت دي لو قفلت الكورة في مصر هتبقى أحسن كورة. بس